هي مغسوله ولا مزوره؟ ده كان السؤال اللي داير على السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا، وكان عامل جدل وقلق كبير جدا. فوجئنا ان في ترند اسمه ترند الخمسه جنيه المغسوله. 5 جنيه مطموسه المعالم تماما، ما عليهاش اي ارقام واضحه خالص. ابتدت الناس على السوشيال ميديا تتكلم في سكه ان في فلوس مزوره في السوق. وخلي بالكم، وتعالوا يا جماعه نقاطع التعامل بالخمسه جنيه دي خالص. الحقيقه ما بين السيناريوهين وما بين كلمه مغسوله ولا مزوره خرج كلام كتير وحكاوي كتير جدا ومعلومات مش صح خالص. انا جاي اقول لكم النهارده ان مش كل اللي تسمعوا تصدقوا، لان ناس كتير قعدت تتكلم من غير ما تحاول تعرف الصح فين والحقيقه بالنسبه لها ايه. الصح ان الخمسة جنيه اللي ظهرت زيها زي اي عمله نقديه تانية بيحصل لها قطع، بيحصل لها ان في ارقام بتختفي من عليها، توقيع محافظ البنك المركزي ممكن ما يكونش ظاهر قوي او باين قوي، وده بسبب كتر التعامل بالعمله دي. طب لو قبلك 5 جنيه او 10 جنيه او 100 جنيه ممسوحه تماما او زي ما بنقول كده مغسوله، نعمل فيها ايه؟ في الحاله دي لو عايز تستبدل الفلوس او العمله النقديه اللي معاك لازم تروح لمقر البنك المركزي ومعاك صوره بطاقتك وبتستبدل بيها الفلوس بعد عدد معين من الاشتراطات المعنيه الخاصه بالعمله اللي معاك. خليني اقول لك ان كل محاولات التزوير للعمله المصريه على مدار السنين اللي فاتت كانت فاشله جدا وبتنكشف بسهوله، فمش كل اللي تسمعه على السوشيال ميديا تصدقه.